بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. الحمد لله وصلتنا ردود فعل او ردود ايجابيه كبيره بعد حلقه الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي الحلقه السابقه. الحمد لله كل اخبار او كل تصريحات الكابتن امير توفيق تناقلتها الصحف والمواقع، وايضا كمان كان ليها مردود كبير على السوشيال ميديا. خلال الفتره السابقه كان في تساؤلات في الشارع الاهلاوي، تساؤلات عن فريق النادي الاهلي، مين هيرحل، مين جاي، كان في تكهنات كتيره، لكن بحلقتنا السابقه مع الكابتن امير توفيق قفلنا كل التكهنات وكل التطلعات وكل التساؤلات خلال الفتره السابقه وايضا خلال الفتره اللي جايه. ايضا النهارده عندنا حلقه مميزه جدا، حلقه مع المدير الفني الاجنبي التشيكي مستر مايكل بروكيتش. مستر مايكل بروكيتش يعني مدير فني اجنبي لقطاع الناشئين، منذ سنوات طويلة النادي الأهلي بيكرر التجربة مرة تانية، علشان قطاع الناشئين بالنادي الأهلي هو قطاع مهم جدا، هو القطاع اللي بيصدر لعيبة للفريق الأول، وأيضا بيصدر لعيبة لكل منتخبات مصر، الناشئين والشباب والأولمبي، وبعد كده هم النواة الأساسية لمنتخب مصر الأول. فعلشان كده النهاردة هيكون في تساؤلات كبيرة جدا لمستر بروكيتش. شاركونا هنا في قناة الأهلي عبر هاشتاج اسأل بروكيتش زي ما شايفين قدام حضراتكم. كل أسئلة حضراتكم هتكون معانا النهاردة مع مستر بروكيتش. هنسأله أيضا عن مستقبل النادي الأهلي، إزاي قدر يشوف المواهب المصرية داخل قطاع الناشئين وأيضا داخل القطاعات الأخرى، إزاي شاف السلبيات وشاف الإيجابيات، إزاي قدر يطور من الناشئ المصري أو اللاعب المصري واللاعب الأهلاوي. دي سياسة مهمة جدا خلال الفترة الجاية، نظرا للأسعار الكبيرة اللي احنا دلوقتي بنشوفها في عالم كرة القدم. فالنهاردة انك تعتمد على الناشئ داخل النادي عندنا، او انك انت النهاردة بتعلمه الانتماء والولاء وبتحطه على الطريق الصحيح، فده شيء مهم جدا. كل التساؤلات هتكون ايضا مع مستر مايكل بروكيتش. عايز اروح ايضا لنقطة ايجابية مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية، نقطة كنا بنتكلم فيها خلال الفترة السابقة، نادينا بيها أكتر من مرة، عملنا عنها تقارير، استضفنا نجوم كبار، رؤساء قطاعات الناشئين، وكان طرح الموضوع هنا من برامج الأشبال من قناة النادي الأهلي. إن شاء الله في يعني تطلعات أو نقطة إيجابية كبيرة. في انفراجة في مسابقات الناشئين على مستوى الجمهورية. خلال الفترة اللي جاية احتمال بنسب كبيرة إن شاء الله عودة مسابقات الناشئين مرة أخرى بعد توقفها. مسابقة 99 ومسابقة 2001 إن شاء الله بنسب كبيرة احتمال استكمالها خلال الفترة اللي جاية، وإن شاء الله تنتهي قبل رمضان. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي ده جواب بيخص 2003. هنا مرسل من الاتحاد المصري للمناطق والأندية، هنا بيقول يسرنا أن نرسل لسيادتكم استكمال مباريات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003 المرحلة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 للمنافسة على البطولة، علما بأنه ستقام مباريات بطولة الجمهورية مواليد 2003 خلال شهر رمضان المعظم، وعلى الأندية التي لديها ملاعب مضاءة موافاتنا بالملاعب التي ستقام عليها مباريات ناديكم لاتخاذ اللازم. ده شيء إيجابي وشيء مهم جدا وشيء نادينا به من الأول. ما كانش ينفع أن احنا نوقف مسابقات الناشئين، كان لازم الاستكمال العجلة، وكانت العجلة بتدور، ليه نوقفها مرة واحدة؟ لكن خلونا نتكلم في الشيء اللي جاب، هي عودتها مرة أخرى. مواليد أو مسابقة 99 و2001 دي بطولة جمهورية هتستكمل إن شاء الله وهتنتهي قبل شهر رمضان، علشان اتلعب منهم مباريات كتيرة. طيب بالنسبة لمسابقة 2003 زي ما شفنا الخطاب و2006. هتستكمل ولكن ايضا هتستكمل في شهر رمضان، علشان كده لجنه المسابقات في الاتحاد المصري بعتت الانديه علشان الاضاءه بالليل، ودي اول مره هتحدث في مسابقات الناشئين ان مباريات الناشئين هتلعب بالليل، وغالبا هتكون مباراه الساعه 9 ان شاء الله مساء. فده شيء جيد. النهارده لما يكون عندك منتخب 2003 وعندك منتخب 2006 علشان الكابتن مؤمن سليمان والكابتن محمود جابر يقدروا ينتقوا اللاعبين، فلازم يكون عندك المسابقه شغاله، فده شيء ايجابي. وايضا ممكن كمان بطوله 2003 2006 تستكمل كمان بعد رمضان. زي ما احنا بننتقد لازم نشيد، فعلشان كده لازم نشيد باتحاد الكره المصري في حال استكمال بطولات الناشئين،
وجيد برضو النهاردة إن إحنا ممكن ما نستكملش البطولات كلها، يعني المناطق ممكن لا تستكمل، لكن بطولات الجمهورية هي الأقوى، ده يبقى شيء جيد. عايز أروح مع حضراتكم برضو لنقطة مهمة جدا، نقطة بتخص لاعب كبير ونجم كبير من لاعبي النادي الأهلي، هو اللاعب كريم نيدفيد. كريم نيدفيد بيمر بظروف خلال الفترة دي، ظروف محتاجة مساندة الجميع، مساندة الجهاز الفني، مساندة زمايله اللاعبين، مساندة جمهور النادي الأهلي، ومساندة جمهور السوشيال ميديا، الناس اللي بتكتب على صفحاتها. وأيضا هنا مساندتنا كإعلام أو كمذيعين من قناة النادي الأهلي. كريم نيدفيد الحمد لله قطع مشوار كبير في العلاج في إصابته، لكن الفترة دي يعني حس أو جات له شوية رشح في ركبته، الرشح ده طبيعي جدا. إحنا اطمنا من دكتور النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة على حالة كريم نيدفيد وهو طمنا بشكل كبير، ده شيء طبيعي جدا إن الركبة بعد مجهود كبير بيعمله خلال الفترة دي وتدريبات بقت إضافية أقوى من الفترة السابقة يكون في رشح، ده شيء طبيعي، لكن الشيء الجيد إن الحمد لله كريم نيدفيد بيواصل عملية التأهيل وإن شاء الله يكون موجود خلال الفترة اللي جاية. كريم نيدفيد من العناصر قبل الإصابة علشان نتذكر، كريم نيدفيد من العناصر الأساسية كان في فريق النادي الأهلي. أي مدير فني كان بيلعبه كان محتاجه في الباك رايت تلاقي كريم نيدفيد موجود وبيقدم منتهى القوة. في وسط الملعب خط وسط ملعب مدافع تلاقيه بيلعب وما شاء الله بيأدي ولا أروع. علشان كده محتاجين مساندة الجميع لكريم نيدفيد. كريم هو أحد أبناء النادي الأهلي المخلصين، هو أحد نتاج قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. على مر السنين كريم لعب في كل منتخبات مصر الناشئين والشباب، وكمان كان موجود في المنتخب الأولمبي، كان من العناصر الأساسية. فإن شاء الله من هنا يعني بندعو الله عز وجل أن يعدي المحنة اللي أنت موجود فيها دي، وبعدها تكون موجود في الملعب وتعود أقوى من الأول. وأيضا التوفيق للاعبي النادي الأهلي اللي هيلعبوا بكرة مباراة مهمة أمام الإسماعيلي في استكمال بطولة الدوري العام. خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله إنجازات النادي الأهلي، إنجازات النادي الأهلي التي لن تتوقف. مشروع أو نادي الأهلي، نادي الأهلي الأقصر. إن شاء الله خلال الفترة الجاية أو خلال الأيام القليلة القادمة سيتم افتتاح أهلي الأقصر. إنجاز جديد يضاف لمجلس إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي اللي جه من أول يوم وعد كل أعضاء الجمعية العمومية ووعد جماهير النادي الأهلي وبيوفي دايما بوعده، لكن المرة دي بنشوف الوحدة الاقتصادية الكبيرة اللي كانت خارج الصندوق، الوحدة الاقتصادية اللي ما كانش قال عليها في البرنامج الانتخابي ولكن دي كانت أفكار خارج الصندوق. مستقبل النادي الأهلي 2045، في رؤية مستقبلية للنادي الأهلي وهو ده اللي عودنا عليه مجلس الإدارة، ما بيشتغلش النهاردة بس، بيشتغل ل2045. شفنا تطوير قناة النادي الأهلي، الحمد لله قناة النادي الأهلي تطورت بشكل كبير، شفنا الاستوديوهات، شفنا كل البرامج الرياضية، وشفنا تفاعل الجمهور دلوقتي مع قناة النادي الأهلي. شفنا استاد الأهلي والسلام، ده كان نقلة كبيرة جدا، وشفنا إن النادي الأهلي بعد ما كان بيسافر في أماكن متفرقة وأماكن بعيدة دلوقتي بقى ليك ملعبك اللي بتلعب عليه. أيضا أهلي الأقصر دي النقلة الجديدة خلال الأيام القادمة إن شاء الله للنادي الأهلي، وده أيضا شراكة مع شركة استادات الكبيرة، الشركة اللي اتبنت ضخمة واتبنت كبيرة منذ لحظاتها الأولى. فكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي وفريقه ومجلس إدارته خلال الفترة القادمة. نروح لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيفي مستر مايكل بروكيتش، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، حلقتنا النهاردة مميزة علشان ضيفنا النهاردة مميز، ضيفنا مهم جدا، علشان ضيفنا زي ما أقول لحضراتكم منذ سنوات طويلة النادي الأهلي بيكرر التجربة دي، تجربة مهمة جدا في قطاع مهم وهو قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي على مدار سنوات ومدار تاريخه كله في كل الأجيال هتلاقي دايما بيخرج لاعبين مميزين للفريق الأول، وأيضا لاعبين مميزين لكل المنتخبات. علشان كده النهوض بقطاع الناشئين السنة دي كان مهم جدا، نظرا للأرقام الكبيرة المبالغ فيها اللي احنا بدأنا نشوفها في عالم كرة القدم. الأهم من كده عنصر الولاء والانتماء، إنك تربي اللاعب عندك في قطاع الناشئين ويلعب للفريق الأول، ده بيبقى شيء مهم جدا.
دلوقتي أصبح علم التدريب وعلم التطوير أصبح علم. دلوقتي النهاردة النادي الأهلي بيستعين بمدير فني أجنبي ذو خبرات كبيرة، مستر مايكل بروكيتش، هو خبير في الكرة التشيكية، كان بيحط السياسة العامة للاتحاد التشيكي للمنتخبات للأكاديميات وأيضا للأندية، وفي التشيك طور الكرة التشيكية بشكل كبير جدا جدا جدا. نروح نستقبل مع بعض المدير الفني الأجنبي التشيكي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي مستر مايكل بروكيتش. كان ولا يزال وسيظل قطاع الناشئين بالأهلي هو الرافد الأهم والأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والإمداد الرسمي باللاعبين الموهوبين الذين يحملون الدفاع عن ألوان هذا النادي العريق لما يملكه من مخزون رائع ومبهر لعناصر تحتاج فقط لثقل إمكانياتها وخبراتها. لذلك كان التخطيط الجيد من قبل إدارة النادي كعادتها في زيادة الاهتمام بقطاع الناشئين، فكان القرار من محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط باستقدام خبير أجنبي ليتولى الإشراف الفني على قطاع الناشئين الزاخر بالمواهب. تعاقد الأهلي بعد مفاضلة ودراسة مطولة مع تشيكي ميشيل بروكيتش بهدف النهوض بفرق القطاع فنيا وبدنيا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول ولمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية. ويعد بروكيتش واحدا من الأسماء الكبيرة والمعروفة في هذا المجال أوروبيا كونه يحمل رخصة يويفا برو، وهي أعلى الشهادات التدريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين والتي تتيح لهم تولي أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا. كما يحمل التشيكي رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. شغل بروكيتش منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم عام 2016 وحتى عام 2018، وهو المسؤول عن فرق الناشئين، وساهم في إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقا لأفضل معايير الاتحادين الدولي والأوروبي، بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 سنة و19 سنة و21 سنة في حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا. كما تولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براغ، أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وأعرقها، وقدم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب التشيك، وفرض أسماءهم على فرق القمة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وقدم العديد من المشاريع القومية الكبرى في جمهورية التشيك لتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على سبيل الهواية. دفعت قدرات بروكيتش ميلان هنالكا مفوض الحكومة التشيكية للرياضة للتصريح في وقت سابق بأن ميشيل بروكيتش يعد أحد أفضل المهنيين العاملين في الرياضة التشيكية بشكل عام من حيث إعداد المشاريع الاستراتيجية. بروكيتش الذي بدأت لمساته تظهر في قطاع الناشئين بالأهلي يتحدث اليوم عن مشروعه في القلعة الحمراء وخططه المستقبلية. مرحب بيك مستر بروكيتش في قناة الأهلي، أول زيارة ليك هنا في قناة الأهلي، وهيكون إن شاء الله النهاردة معنا في الترجمة أيضا الدكتور إبراهيم منصور المترجم الخاص بمصر
بروكيتش والمترجم النادي الاهلي، بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي، وانطباعاتك في اول زياره ليك هنا في قناه الاهلي. الاستوديو طبعا جميل، والقناه طبعا معموله على اعلى مستوى، فانا مبسوط جدا بوجودي معاكم هنا النهارده. مستر بروكيتش، بقالك 7 شهور كان اول لقاء ليك يوم توقيع العقود، كنا برضو يعني من حسن حظنا ان احنا عملنا اللقاء، لكن كان في النادي الاهلي الجزيره. النهارده ده اللقاء الثاني، شايف التجربه ازاي، تجربه 7 شهور في النادي الاهلي؟ أنا بشكركم طبعا جدا على 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 دعوتكم ليا، وأقدرها جدا، شكرا جزيلا لكم. قبل ما أجي مصر 7 شهور فأنا كنت في توقعات عندي، ودلوقتي ممكن أقيم الوضع بعد ما قعدت واندمجت مع الفرقة أو مع النادي على أساس وقائع وخوائق. انت دلوقتي بقيت قريب خلاص من اللعيب المصري عموما، بتشوف المسابقات، بتشوف المواهب، شايف المواهب المصريه ازاي؟ في بعض الحاجات كنت متوقعها وفي حاجات اتاكدت ليا. بالنسبه للعيب المصري مستوى عالي جدا وعلى اعلى مستوى، وممكن ينافس احسن لعيبه في اوروبا من ناحيه المهارات، دي اول حقيقه. وطبعا في حقيقه تانية ان في برضه حاجات نواقص من ناحيه اللياقه البدنيه للعيبه. طب بتشتغل ازاي على النواقص دي؟ طبعا بنحاول نركز اول في عمل اللياقه البدنيه مع اللعيبه. وطبعا الموضوع سهل بالنسبه لتعامله مع المدربين من ناحيه النواحي الفنيه، لكن ان احنا نغير اللياقه البدنيه واسلوب اللياقه البدنيه فده كان شيء يعني صعب شويه. ما شاء الله دلوقتي يعني شايفين طفره كبيره داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، حتى في ترتيب المسابقات ما شاء الله النادي الاهلي متصدر. مستر بروكيتش، في بداية الموسم عملتوا معسكر، أنا شايف من وجهة نظري كان معسكر ناجح في مدينة الإسماعيلية، كنت موجود فيه مع كل الفرق، قدرت يعني يستفيد منه المدربين ويستفيد منه اللاعبين. عايزين نتكلم عن التجربة دي وبداية الموسم، وإزاي كان العمل داخل قطاع الناشئين في النادي الأهلي في معسكر الإسماعيلية مع مستر بروكيتش. أول حاجة معسكر للعيبة مرتين في السنة، فده طبعا دي حاجة أساسية وحاجة مهمة جدا للعيبة أنهم يعملوا معسكرين في السنة. وفي مزايا أن اللعيبة بتبقى في معسكر كلها مع بعض، وممكن مرة مرتين في اليوم، وممكن نركز في التفاصيل ونركز في التكتيك ونركز في الحاجات الفنية، وممكن نشتغل على تثقيف اللعيبة وتثقيف المدربين عن طريق محاضرات الفيديو، وأيضا ممكن نشتغل في التفاصيل عن النواحي التكتيكية والفنية مع المدربين واللعيبة. مستر بروكيتش، كان النادي الأهلي عمل تجربة مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين منذ سنوات طويلة، ولكن كانت مقتصرة على فريق البراعم. فريق البراعم أو مدرسة الكرة بالنادي الأهلي أعمار السنية الصغيرة 9 سنين 10 سنين 11 سنة، ولكن التجربة السنة دي مع مستر بروكيتش التجربة أكبر، تجربة لكل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنك تنقل خبراتهم لكل الفرق المشاركة في بطولات المناطق وبطولات الجمهورية. السؤال طبعا يا كابتن معز. هنروح يعني كنت عايز يعني اسالك عن دلوقتي اندماج الفرق، روح لاندماج الفرق، اندماج الفرق في بدايه الموسم انت دمجت الفرق مع بعض، في فرق اندمجت مع بعض زي مثلا 99 فريق 2001 اندمجوا مع بعض،
في فريق 2003 مع 2004 2005، شايف الاندماج ازاي عاد بالنفع على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ ديكوي نيدريف تي رايدنا بيت Pro mě bylo klíčové si tady uvědomit, že jsem nepřišel měnit 100 milionů. اول حاجه كان لازم ادركها واتفهمها ان انا مش جاي اغير طبعا عقليه 100 مليون شخص في 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 مصر، وبحاول اتفهم المينتاليتي والعقليه المصريه، وبحاول اندمج معاها واتاقلم معاها. طبعا القرارات والخطوات اللي احنا اتخذناها في قطاعات الناشئين كان لها عده اسباب، فعشان احنا نركز مع التفاصيل ونقدر نطور قطاع الناشئين كان لازم نقلل عدد اللعيبه ونعدد عدد الفرق، بحيث يكون في كل فرقه 25 لاعب في كل فرقه عشان نعرف نركز في التفاصيل معاهم ونقدر نطورهم. طيب لازم يكون عدد اللعيبه اقل وعدد الفرق اقل. تمام، كنت بكلم حضرتك عن ان النادي الاهلي كرر التجربه دي منذ سنوات طويله، مدير فني اجنبي لقطاع الناشئين، ولكن كان للبراعم من النادي الاهلي، كان للاعمار السنيه الصغيره، لكن مستر بروكيتش دلوقتي الرؤيه بقت اكبر، الرؤيه اصبحت دلوقتي لكل الفرق، بقت تشتغل مع كل الفرق داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي، شايف التجربه دي ازاي؟ خاصه دلوقتي الاستفاده بقت تعود دلوقتي على كل الفرق. Já si myslím, že to je jediný klíč k tomu být úspěšný, protože pokud někdo a nemělo by to návaznost do عشان لو حد اشتغل على حاجه في البراعم وبنى حاجه في البناعم وما يكونش ليها علاقه مع بقيه الفرق بشكل تدريجي مع الفرق الاكبر مع فرق المسابقات كمان، فده بيبقى شيء سيء، ولازم كل حاجه تكون ليها مرتبطه ببعض، فلازم نبدا من الصغيرين نعلمهم حاجات ونكمل معاهم لحد لما يكبروا. كويس، عايزين نروح نستعرض دلوقتي مع حضراتكم ونشوف مع مستر بروكيتش جدول المسابقات، ترتيب النادي الاهلي في المسابقات في المرحله الاولى. طبعا يعني احنا دلوقتي بنلعب في التصفيات النهائيه، ولكن توقف الدوري دلوقتي لن تستكمل المباريات خلال الفتره السابقه، لكن ده زي ما شايفين قدام حضراتكم النادي الاهلي مواليد 99، لعب 8 ماتشات في المرحله الاولى وكان متصدر في المركز الاول، ده الترتيب الاول ب 19 نقطه، 2001 كان في المركز الاول ب 22 نقطه، 2003 كان في المركز الثاني وايضا صعد للتصفيات النهائيه علشان بيتاخد الفريق الاول والفريق الثاني، 2005 بيلعب بطوله المنطقه كان في المركز الاول، و2006 ايضا بيضم عناصر مميزه في المركز الاول. شايف ترتيب النادي الاهلي في كل الفرق الاول شايفه ازاي؟ هل دلوقتي النهارده مستر بروكيتش عينه ان الفريق يبقى دايما في المركز الاول، ولا احنا ماشيين في السياسه في خط واحد ان انا اطلع لعيب الفريق الاول وبرضه في نفس الوقت الفرق تتصدر المسابقات بتاعتها؟ طبعا ده سؤال جميل جدا. كويس. يا بيتريكل جي يا هسكي سديفات ناتو بوجادي. انا عايز اقول ان انا دي حاجه كويسه ان انا اشوف ترتيب الفرق بتاعتنا. وانا لما جيت مصر هنا لقيت ان الناس كلها ناس كتير بتركز في النتائج. بروتوجي سي ميسيم جي موي براتسي هلافنيه ابيخ ابيخم بوزديي بس بالنسبه لي كمان لازم نجهز لعيبه للفريق الاول، ولازم يكون التركيز معانا مع النتائج ان احنا برضو نجهز لعيبه واسلوب نشء لعيبه الناشئين او تجهيزهم للفريق الاول، وطبعا يعني طبعا النتيجه طبعا حاجه مهمه مع تجهيز لعيبه للفريق الاول. اكيد بتتابع المباريات كلها، واكيد بتشوف الماتشات الفرق كلها بدايه من الاعمار السنيه الصغيره مدرسه الكره لفريق الشباب 99. شايف الظاهره المنتشره، الظاهره اللي انا شايفها من وجهه نظري سلبيه، هي ان في ولاد اعمار سنيه كبيره في السن ممكن تشارك مع اعمار سنيه صغيره، ممكن ولد يكون يعني ورقه مش سليم وبيشارك، شايف الظاهره دي ازاي وممكن تاثر ازاي على الكره المصريه؟ Přiznám se, že to je věc, o které jsem slyšel. Nicméně ji nemůžu nijak komentovat. A pokud někdo v tomhle tom falšuje, tak je to jenom ukázka toho, že to je vlastně důkaz, že je velký fokus na výsledek.
طبعا ان الظاهره دي انا سمعت عنها بس ما عنديش كومنت عليها، ان حد ممكن يسنن لعيبه ويغير من اعمارهم السنيه، فده يعني دليل واضح ان الناس هنا بتركز على النتائج. فطبعا الاهم المفروض في قطاع الناشئين ان احنا نربي نشأ ونطلع اجيال ونطلع لعيبه للفرق الاولى. هنروح نشوف مع بعض دلوقتي يعني صوره مهمه دايما يعني لمستر بروكيتش، دايما وانت موجود على السطح فوق المبنى الاداري للنادي الاهلي وانت قاعد دايما مع المصور الخاص بيك وليك كاميرا وليك كاميرا خاصه بيك دايما بتصور بيها الماتشات. يعني شايف اللقطه دي معانا مستر بروكيتش، هو دايما قاعد فوق السطح فوق ملعب أربعة وانت بتتابع دايما المباراه. ليه دايما القعده فوق كده؟ ايه الميزه انك تقعد فوق وتتابع المباريات من فوق مش من تحت؟ عشان دي احسن زاويه بتفرج عليها على الماتش. يعني دي احسن زاويه وده احسن مكان، ده احسن بالنسبه لي من مكان في اي بي، يعني ده احسن مكان ممكن اتفرج فيه عليهم الماتش. فانا دلوقتي وانا قاعد فوق من ورا شايف من الجون للجون وشايف طبعا تحركات اللعيبه كلها في الملعب. فلما نشوف فرق التحليل في فرق الأوروبية الكبيرة ان هو برضه بيستخدموا الزاوية دي في التصوير وبيبصوا من الزاوية دي عشان يعرفوا يحللوا بطريقة كويسة. ممكن مستر بروكيتش بيقطع الفيديوهات دي ويوريها للعيبة ويوريها للمدربين، يوريهم الأخطاء التمركز علشان ممكن اللعيب يطور نفسه او المدرب ايضا يطور نفسه. طبعا انا بقطعش الفيديوهات دي بنفسي، انا كنت بعمل الكلام ده قبلها من فتره كنت بعملها لكن دلوقتي ما بعملهاش بنفسي، وعندي دلوقتي حد تاني بيساعدني في التقطيع عشان ادي الحاجات دي للعيبه والمدربين عشان اديهم فيدباك. فطبعا اللعيب والمدرب بيبقوا شايفين من تحت في الماتش اللي عندهم تصور معين هم كانوا بيلعبوا ازاي، لكن لما يوريهم الفيديوهات المتقطعه دي فهم بيوريهم حقائق هم كانوا بيلعبوا ازاي بالفعل. كويس، عايز اسال حضرتك برضو عن علاقتك بكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي والامكانيات اللي موجوده، وكابتن خالد بيبو هو حلقه دايما الوصل مع مجلس الاداره، الدعم الكبير اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود خطيب لقطاع الناشئين وحاطط امال كبيره على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وايضا في مستر بروكيتش. العلاقه ما بين مستر بروكيتش وكابتن خالد بيبو؟ طبعا الكابتن خالد بيبو طبعا كل احترام، وكابتن خالد بيبو على عاتقه كل الحاجات، يعني حاجات كتير جدا، حاجات اداريه وحاجات كتير بيحلها، وانا كمدير فني للقطاع انا بحل بس الحاجات الفنيه، لكن بقيه الحاجات كلها بتبقى على عاتق كابتن خالد بيبو. وطبعا كابتن خالد كلاعب كان لعيب كبير طبعا في النادي الاهلي، هو برضه ساعات بيحب يتكلم معاه في الحاجات الفنيه وبيحب يسمع رايه، وطبعا احب اشكره من القناه واتمنى له ان هو يكون صبور واتمنى له يعني التوفيق دائما ان شاء الله. وهي دي دايما الروح الطيبه والروح الجيده اللي موجوده دايما في بين المدربين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وحلوه قوي حته التنسيق. كابتن خالد بيبو هو المختص بالامور الاداريه كلها وتسهيلها لمستر بروكيتش المختص بالامور الفنيه. نروح نشوف التقرير ده مع كابتن خالد بيبو كلامه عن مستر مايكل بروكيتش المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وبعدها نروح لفاصل. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. ناشئين عشان منتهى الامانه عشان يبقى عندك 10 لعيبه السنه دي بيتصعدوا. بشكر طبعا الناس اللي اشتغلت قبلي كلهم، مش عايز انسى اسماء طبعا، كل الناس اللي كانت بتدير القطاع او بيشتغلوا في القطاع كمدربين هم ليهم طبعا في الرصيد ده، ان الولاد طلعوا ان هم وصل سن ال 20 سنه او 30 سنه خدوا فرصه، بس احنا السنه دي ساعدناهم. يعني احنا زقينا بقى الزقه
الاخيره، وان احنا اديناهم الشغل اللي هو المناسب عشان يقدروا يتصعدوا في الـ في الـ مع الفريق الاول، او ان هم يبقوا شغالين بشكل كويس. ان احنا الرؤيه مع كابتن خطيب السنه دي مختلفه، ان هو لا اللي هيجي له فرصه وهو صغير ان هو يقدر يتحرك وان هو يشتغل يتحرك ويشتغل. وكانت يعني كان الموضوع ماشي ما بيننا وما بين الفريق الاول وما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن امير توفيق وكابتن خطيب ولجنه التخطيط. البلان ده محطوط من فتره، واحنا يعني بنشتغل عليه وبننفذه، مش صدفه. يعني احنا الاعداد اللي خرجت دي ما كانتش صدفه، الاعداد اللي خرجت دي كانت متجهزه من قبلها. انت انا شغل تطوير المكان، يعني انت بتحاول قدر الامكان ان انت بتيجي تبص انت محتاج ايه في الشغل. بصراحه يعني انا يعني لما رحت الاكاديميه كان في استعداد كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي ان احنا نعمل حاجه كويسه، والحمد لله نجحنا نعمل حاجه في الاكاديميه، حاجه كويسه، بنيه تحتيه بشكل كويس جدا. القطاع محتاج الكلام ده في الفتره الجايه دي، احنا شغالين عليه بشكل كويس، وفي افكار كتيره قوي اتطرحت، وان شاء الله ان هي يعني الناس تشوف حاجه مختلفه خالص في القطاع. القطاع بيتجهز بشكل تاني غير الاشكال اللي احنا كنا متعودين عليها، اللي هي مجرد ان انا عندي ملاعب وعندي الاوض لبس. لا، انا احنا في افكار تانيه بنشغلين عليها، وان شاء الله تطويرها هيبقى حاجه كويسه. اللي هيشوفها لا هينبسط. انت بتحاول بقدر الامكان ان انت تشوف انت محتاج ايه. هي الفكره كلها مش مجرد ان انت يعني تملى القطاع مثلا اسماء او تملى القطاع يعني هي القصه انت محتاج ايه، فبتجيب انت اللي محتاجه وتبتدي تشتغل عليه. انت بتشوف عندك الخامه محتاجه ايه، محتاج مدرب، نوعيه مدرب عامل ازاي، محتاج مدرب هيقدر يوصل للولاد ازاي بسرعه، لان انا قطاع الناشئين ده النتاج بتاعه بيبقى متاخر شويه. يعني انت بتقعد تربي في الولد سنين كتير جدا على ما تشوف النتاج بتاعه يعني. بس الحمد لله كرم من عند ربنا ان احنا السنه دي النتاج كان كبير. يعني بتتكلم على 10 لعيبه في الدوري الممتاز السنه دي من قطاع الناشئين النادي الاهلي، ده غير اللي هم الاعارات اللي هم فوق السن. اتكلم عن قطاع الناشئين نفسه، يبقى عندي اعارات للعيبه، دي حاجه مميزه جدا. وانا بشكر طبعا كابتن خطيب على ان هو وافق على الكلام ده من بدايه، وهي كانت بصراحه بمنتهى الامانه فكرته من اول، ان احنا لا لازم الاولاد يخرجوا، لازم الاولاد يحتكوا، فده كان حاجه كويسه. طبعا اختيارنا المدربين ان هم اكفاء واللي هو يعني اولاد النادي الاهلي اللي هم اشتغلوا في النادي الاهلي ويعرفوا قيمه النادي الاهلي. كنا محتاجين ان احنا نشتغل بهدوء السنه دي، والحمد لله الهدوء ده قدر ان هو يحقق لنا نتائج كتيره جدا على الارض. وطبعا طمعانين في اكتر من كده واحسن من كده بكتير. يعني مايكل طبعا يعني احنا اخترناه من وسط، انت عارف احنا عندنا يعني كابتن خطيب مشفع مع الكوره، وبعدين عندنا لجنه التخطيط، وبعدين امير توفيق، وبعدين انا مدير قطاع الناشئين. فتخيل بقى ان المجموعه دي كلها كانت بتشوف مين اللي ينفع قطاع الناشئين. طبعا كان في البدايه طبعا انا وامير قعدنا ندير حوارات كتيره قوي مع مدربين، واتكلمنا طبعا مع ناس كتير، وشفنا سباقات كتير للمدربين ومدارس مختلفه. فاحنا استقرينا على بروكيتش، والحمد لله يعني انا بمنتهى الامانه لا فعلا الراجل يعني قوي جدا. سيبك بقى من السي في بتاعه ان هو قوي جدا، وان هو عنده نجاحات كثيره جدا حققها مع الاتحاد الكره التشيكي، يعني عنده حق. لا هو منظم جدا ومرتب جدا، يعني ما بيسيبش كل، ما فيش حاجه للظروف. طبعا اضافه كبيره من افكاره داخلين بقى. احنا بقول لك القطاع بيتجهز ان شاء الله في خلال الفتره الجايه دي هتشوف حاجات اول مره تحصل على مستوى قطاع الناشئين في مصر وفي البلاد العربيه. يعني احنا كان البلان اول لما قالوا خلاص ان 1/4 ان ممكن ما بقاش خلاص ما فيش بطوله، ان انت بتتكلم رمضان، ما يعني انا مش عارف يعني عشان ما بقاش كذاب، انا عندي انا اقدر اشتغل في بالليل، اقدر اشتغل وقت عندي الملاعب كلها مضاءه، وعندي الامكانيات تقدر تساعدني ان انا اشتغل في اي ظرف يعني. بس هل بقيه الفرق هتقدر تشتغل في نفس الوضع ولا لا؟ انا مش عارف لغايه دلوقتي ما دخلتش. انا كده انا كنت شغال مش هقف،
طبعا لما البلان اتغير بتاع ان الدوري خلاص وقف ما فيش دوري، فاحنا كنا غيرنا البلان كله في اتجاه، فطبعا لما الجداول اتبعت تاني وقال لك لا في دوري، فاحنا بنغير تاني البلان تاني في اتجاه تاني خالص طبعا مختلف. فطبعا الحاجات دي مضايقه طبعا الراجل، يعني ان هو اتعود يعني هو مش عارف يحط سيستم يمشي عليه لغايه اخر السنه. هم الناس دي منظمين جدا، يعني انا بالايد داخل عليا بالورق حاطط جدول الشهر كله، الدنيا رايحه فين، مواعيد الاجتماعات، الكلام ده كله مرتب. فطبعا تجهز الجدول والترتيبات على في ماتشات، وبعدين مره واحده انا بقول مفيش ماتشات، مره واحده لا في ماتشات. فطبعا فهو طبعا اول ما اقوله يروح ماسك دماغه مستغرب يعني. فتقول لا، قلت له احنا ده مش طبيعي، دي ظروف استثنائيه، واحنا داخلين يعني عندنا مش احنا بس، العالم كله فيه ظروف استثنائيه، احنا نفسنا نكمل النظام الدوري بشكل منتظم، وما عندناش اصلا ما تقاليش ان قبل كده قبل الكورونا كان في دوري بيتلغي او دوري، فاحنا عندنا الدوري بالنسبه لقطاع ناشئين منتظم يعني. فقلت له لازم تستحمل الوضع ده ودماغك تبقى مرنه عشان نقدر ان انت تتعامل مع الظروف دي، مش احنا مش هنا بس، في العالم كله يعني. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، ومستر مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. مستر مايكل، حضرتك اشتغلت في أوروبا في التشيك، وأيضا شغال دلوقتي في مصر مع النادي الأهلي. الفرق بقى، الفرق بين اللاعب المصري والفرق بين اللاعب الأوروبي، وإيه اللي محتاجينه للاعب المصري علشان يقدر يوصل للمستويات العالية والمستويات الكبيرة في أوروبا؟ ترخوس مساء أوش أوتوم دنس بابيري. A já si myslím, že teď už s absolutní jistotou dokážu říct, že طبعا انا دلوقتي يعني اقدر اقول بالنسبه للعيبه المصري ان بالنسبه للمهارات للعيبه المصريه عاليه جدا، وبرفع قبعه امام مواهبهم وامام المهارات بتاعتهم. لكن من ناحيه اللياقه البدنيه احنا تقريبا في نص السكه عن الفرق الاوروبيه. حتى لو بصينا الاحصائيات البدنيه بين الدوريات الاوروبيه والدوري المصري، فهتلاقي في فرق كبير. فطبعا اللياقه البدنيه عامل مهم جدا بالنسبه للعيبه، والعامل البدني بيأثر طبعا في دقه اللاعب. ولما اللاعب يكون عنده لياقه بدنيه عاليه بيبقى 90 دقيقه عنده دقه في اللعب بتاعه. ودلوقتي بالنسبه للكره العالميه الديناميكيه بتاعه اللعب بتتغير كتير في الكره العالميه. وتقريبا دلوقتي بالنسبه للاحصائيات ان في الدوريات الاوروبيه اللاعب الاوروبي بيجري تقريبا سبرنتات 1 كيلو، ودي تنقسم بين 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 كده يعني سبرنتات 10 متر 5 متر. فتقريبا بيجروا كيلو متر في سبرنتات. ولو قارنا ده باللاعب المصري هنلاقيه بيجري اقل. فانا عايز اقول ان الديناميكيه بتاعت اللعب والحركه اللعيبه طبعا بتتغير في الكره العالميه حاليا. طب دلوقتي علشان نقدر نغير يعني الاسلوب السيء في اللياقه البدنيه في الكره المصريه، او نوصل بمستوى عالي بالناشئ الاهلي، ايه اللي ممكن نعمله؟ والحاجه الثانيه، هل هي متوقفه على تدريبات داخل الملعب بس، ولا هي مرتبطه ايضا بنواحي تغذيه خارجيه برضو، متابعه من نواحي التغذيه عشان تقدر تساعد مع الشغل البدني داخل الملعب؟ Mluvím trochu už jako šnek. Takže já bych řekl, že samozřejmě ta kondice je složená ze zdraví. طبعا اللياقه البدنيه يعني مكونه من التجهيز والبدني في الملعب والاكل وصحه اللاعب. فالتكوينات بتاعت الصحه البدنيه كثيره جدا. فاول حاجه عشان اللعيبه تتغير من ناحيه تفكيرها في اللياقه البدنيه، فلازم نثقف ونعرف وندي معلومات للعيبه والمدربين
عشان طول ما اللعيبه ما عندهاش الثقافه الفسيولوجيه بتاعت الجسم والثقافه بتاعت اللياقه البدنيه ويعرفوا جسمهم شغال ازاي، فاحنا مش هنعرف نطور حاجه بالنسبه للياقه البدنيه للعيبه. فاول حاجه محتاجين ان احنا نثقف اللعيبه ومدربين عندنا عن نواحي اللياقه البدنيه بشكل كويس، وبعد كده نطبقها على ارض الواقع في الملعب. وحضرتك بتتكلم عن المدربين اللي بيعملوا داخل قطاع الناشئين النادي، زي ما احنا شفنا علاقه ما شاء الله علاقه كبيره وعلاقه محترمه جدا وتعاون في العمل مع الكابتن خالد بيبو. عايز برضو اتكلم عن العلاقه مع المدربين اللي بيشتغلوا مع مستر بروكتش. otázka asi byla jaký mám vztah s hráčem, tak trenérama. Tím že dělám analýzy tak vlastně s každým tím týmem mám už za sebou spoustu času. طبعا وجودي في الملعب على طول معاهم وان انا بعمل على طول معاهم وانا على طول بعمل معاهم محاضرات فيديو وعندي معرفه كبيره باللعيبه وبالمدربين. فطبعا التعاون بيننا وبين بعض على اعلى مستوى بسبب الاشياء اللي انا قلتها من شويه. كان معانا الحلقه السابقه مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي كابتن امير توفيق، هو المسؤول عن تسويق اللعيبه. النادي الاهلي بيتخذ خطوه جديده ان شاء الله، يعني استكمالا للفكر اللي هو بيطبقه، فكره الاعارات داخل الانديه في مصر. اللعيبه المميزه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ممكن تلعب في مستوى اكبر، مستوى الدوري الممتاز على مستوى الفريق الاول. كان بيكلمنا ايضا عن رؤيه مستقبليه لقطاع الناشئين، ممكن الاعارات تكون في اوروبا في احد الانديه. شايف الفكره ازاي وشايف فكره الاعارات بالنسبه للنادي الاهلي ازاي؟ طبعا بالنسبه لي الاجابه نعم، انا مع ان نبعت اللعيبه بتاعتنا لاعارات للفرق الاوروبيه، وهم لو طلعوا اللعيبه بتاعتنا لو طلعت اوروبا هتعود بالنفع، يا اما هم هيتحسنوا بنفسهم وهيتطوروا مع لعبهم في الدوري الاوروبي، او لما يرجعوا النادي الاهلي هي 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 يعني النفع اللي هم استفادوا بيه في الفرق الاوروبيه هيرجع على النادي الاهلي كويس. يعني الفتره اللي فاتت المسابقات تاجلت وربما يكون تاجيلها للموسم القادم، مش عارفين لسه هل هترجع هل مش هترجع. احنا استعرضنا جواب ممكن احتماليه انها ترجع خلال الفتره القادمه. العمل داخل قطاع الناشئين في خلال الفتره السابقه كان ماشي ازاي في خلال التوقف ده؟ كان بيشتغل مستر بروكتش اللعيبه بتشتغل ازاي؟ هل خدت فترات راحه كبيره ولا كان برضو العمل مستمر وحاطط خطه برضو تحسبا لو البطوله رجعت في اي وقت؟ samozřejmě to přerušení soutěží přišlo v čase, kdy zároveň je zkouškové období ve škole. طبعا توقف المسابقه جه مع موعد امتحانات اللعيبه. فطبعا احنا كنا عايزين برضه اللعيبه يعملوا الالتزامات اللي عليهم ويعملوا يأدوا الامتحانات بتاعتهم بشكل هادي. دي من ناحيه. ومن ناحية تانية لازم نفهم ان اللعيب لما يقعد اسبوع من غير ما يتمرن فبيحتاج شهر تمرينات قاسية عشان يرجع للمستوى اللي هو وقف قبل الاسبوع ده. فتوقف المسابقة وعدم توقف المسابقة دي مش هي دي اهم حاجة، لكن الأهم استعداد اللعيبة وتجهيزهم. وهنا اكتشفت ان انا المسابقة هنا والبطولة دي من اهم الحاجات بالنسبة للعيبة والمدربين. فلازم لما يعني اول ما البطولة توقفت حسيت بإحباط عند اللعيبة وعند المدربين. طيب الكورونا أثرت على الخطة اللي حطيتها مستر بروكيتش، خاصة انت النهاردة كمدير فني أجنبي انت ما بتحطش خطة يوم، انت بتحط خطه يعني طويله المدى، دايما بتحط برامج لمده شهر. فانت النهارده الدنيا توقفت مره واحده، هل ده يعني اثر على البرامج اللي انت حاططها المستقبليه للاعبين داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي؟ كورونا فيروس اوليفنيل سلاي سويت نينوم سامودرينيه
طبعا جائحة كورونا أثرت على الكرة كلها وأثرت على العالم كله، وطبعا ممكن واعتقد ان كورونا اثرت في اوروبا اكثر من هنا، وانا مبسوط جدا ان مع وجودي هنا في مصر ان الموضوع هنا اكثر حريه، وهنا في مصر فاهمين ان العالم لازم يستمر وما ينفعش نوقف الدنيا كلها عشان جائحه كورونا، لكن اوروبا كلها دلوقتي في حاله خوف وحاله ذعر، وهم مش متعودين على ان يكون في جوائح بالشكل ده، فالعالم هناك يعتبر متوقف، فانا مبسوط ان من وجودي هنا في مصر ان هنا الموضوع اسهل واريح واكثر حريه. وطبعا بالنسبه لي التغيرات اللي بتحصل من يوم ويوم، ان في تغيرات كثيره بتحصل، فلشخص زي ان انا بحب اشتغل سيستماتيك وبحب احط خطط طويله المدى، فالموضوع صعب عليا جدا ان انا اعمل خطه طويله المدى بسبب التغيرات اللي بتحصل كتير في الوقت الحالي. ان شاء الله بنتمنى الفتره الجايه الدنيا يعني العجله تدور ويبقى في استمراريه ان شاء الله. اول جلسه مستر بروكيتش مع الكابتن محمود الخطيب، اكيد حضرتك متذكرها، كانت من 7 شهور، يعني ابرز ما جاء في الجلسه دي كابتن محمود الخطيب في اول جلسه كانت من 7 شهور، يعني كانت مع مستر بروكيتش كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، يعني ابرز ما جاء في الجلسه. Tak my jsme s panem prezidentem jsme vlastně na první schůzce jsme řešili vůbec systém spolupráce. طبعا احنا اول اجتماع مع كابتن الخطيب احنا اتكلمنا في السيستم التعاون او الشكل اللي احنا هنشتغل بيه. وبعد كده قعدت مع كابتن الخطيب تاني في فرع من فروع النادي وتكلمنا وتكلمنا ازاي هنعمل السيستم في فرقه 99، هل هم هيكملوا لو هم مثلا ممكن يلعبوا في دوري تاني، او حلينا موضوع فرقه 99 في القعده التانيه مع كابتن الخطيب. تمام، اكيد مستر بروكيتش سي في قوي، سي في يعني حط سياسه عامه في كرة التشيكية، في المنتخبات، في الأندية، في الأكاديميات، عايزين نتكلم عن التجربة دي خاصة إنها تجربة مهمة، ولكن بعد الفاصل. بجد تحية بحضراتكم وبضيفي مستر مايكل بروكيتش. مستر مايكل ما شاء الله سي في قوي، أهم المحطات العمل داخل الاتحاد التشيكي، مخطط لكرة التشيكية بشكل كبير للأندية، لقطاعات الناشئين، ايضا للاكاديميات وايضا للمنتخبات. كلمنا عن الفتره دي خاصه انها فتره مهمه واكتسبت فيها خبرات واضفت كمان للكره التشكيليه. اول حاجه مهمه جدا طبعا وحاجه كويسه ان الشخص يكون عنده سي في كويس، لكن الحاجه الاهم هو الشغل اللي هو بيعمله واللي هو بيضيفه في المكان اللي هو موجود فيه. Nejvíce zkušeností s mezinárodním fotbalem jsem nabral mimo klubovou zónu, to znamená ne v práci pro klub ale v práci pro federaci. اكثر خبرات اكتسبتها ما كانتش ليها علاقه بالانديه قوي، لكن اللي كان ليها علاقه بالاتحاد التشيكي لكره القدم. Myslím, že se nám vlastně podařilo a to zadání bylo. Česká republika vychovávala skvělé hráče. واعتقد ان الجمهور التشيك كانت على طول طلع منها لعيبه كتير كويسه، واعتقد الناس كتير في مصر عارفه لعيبه تشيكيه كتير. Když jsem přišel na svaz, tak mým hlavním úkolem bylo vlastně znovu zkusit udělat to, abychom ty hráče měli konkurenceschopný ve světě. Ulema na gitar Itahad Chiki a shagalt ma Itahad Chiki kan el hadaf el asasi in ana atalla laiba tania taqdar tanafis el dawrat el europeya wa el dawrat el alamiya. فاحنا عملنا سيستم تعاون بين الانديه والاتحاد التشيكي، وعملنا سيستم لقطاعات الناشئين في الانديه، وطبعا عملنا سيستم للمنتخبات. Tím, že hrajeme zápasy na mezinárodní úrovni, tak se konfrontujeme a získáváme informace, jak
دوبجي موسيما بي فوطول على طول جمهور التشيك والمنتخب التشيكي كان بيلعب مع فرق عالميه فبالشكل ده احنا عرفنا احنا المفروض نعمل ايه عشان نعرف نوصل المستوى ده واعتقد جمهور التشيك لعبت كتير مع انديه كبيره والانديه التشيكيه برضو لعبت مع انديه في دولات اوروبيه عالميه من انجلترا وهولندا ودول كتيره بس لازم يكون التعاون مبني على سيستم معين للناس دي كلها ما ينفعش تشتغل على كل على كل جزء على حده واكثر خبرات طبعا برضو من خبرات انا كسبتها من وجودي خارج تشيك تمام شفت ازاي حصول النادي الاهلي على برونزيه كاس العالم للانديه دي المره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي المره الاولى كانت 2006 المره الثانيه في 2020 او 2021 انجاز كبير يضاف للنادي الاهلي وكمان مسؤوليه على مستر بروكيتش انه الفتره الجايه محتاجين منه يطلع لنا يعني من قطاع الناشئين لعيبه تكون على نفس مستوى لعيبه الفريق الاول. انا tak teď je krásná příležitost poblahopřát všem z rodiny Al Ahly k letošním úspěchům nebo طبعا دي لحظه مناسبه جدا طبعا ابارك لكل النادي لكل الاعضاء لكابتن خطيب ولكل الاعضاء مجلس الاداره ولكل الجماهير ولكل الناس شغاله في النادي الاهلي على النجاح اللي حققه النادي الاهلي وحصوله على المركز الثالث براتسه nebo tenhle ten úspěch může být svazující pro mě motivující pro mě to motivace بالنسبه لي المكسب ده او وصول الاهلي للبرونزيه ده بالنسبه لي موتيفيشن او دافع كبير سيستماتيكو براتسي takže já jsem pyšnej وانا فخور جدا طبعا بالمكسب ده وفخور طبعا بشغلي في العمل ده بالعمل في النادي الاهلي ومبسوط جدا من وجودي في بيئه تعامل مختلفه تماما عن اللي انا كنت متعود عليها انا ممكن وان انا بقدر اربط من الحاجات اللي انا بشوفها في مصر والخبرات اللي انا اكتشفتها او الخبرات اللي انا اكتشفتها وعملتها في جمهوريه التشيك وفي اوروبا. استغليت ازاي الانجاز ده انك النهارده يعني ممكن تكلم اللعيبه الصغيره داخل قطاع الناشئين انه يخلق لنفسه هدف، يخلق لنفسه طموح، خاصه ان اللعيبه اللي حققت البرونزيه دي في يوم من الايام كانت لعيبه صغيره، كانت في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، فازاي النهارده ممكن تنقل خبراتك لدوافع اللعيبه انك انهم يخلقوا دوافع لنفسهم دوافع جديده ان يبقى ليه دايما كل واحد ليه طموح انه يوصل للمكانه دي والمركز ده. Tak nejčastěji používáme jakoby hrubou statistiku. To znamená fakta, že čím je klub úspěšnější, tím ten hráč musí tvrději pracovat a má šanci uspět až nahoře. طبعا انا بتعامل مع اللعيبه على اساس احصائيات ان طول ما النادي بيحقق نجاحات فده بيعمل مسؤوليه اكبر على اللعيبه وانا طبعا بستغل النجاحات اللي بيحققها النادي بستغل انها موتيفيشن قوي ودافع كبير للعيبه ان هم يشتغلوا على نفسهم ويحققوا نجاحات ويوصلوا الفريق الاول. ليك صداقات كبيره في الكره التشيكيه مع نجوم كبار ميدفيد النجم العالمي وايضا كمان بيتر تشيك. Ano, oni jsou to v podstatě jakoby mí vrstevníci, to znamená. A طبعا هم طبعا من نفس الجيل بتاعي. احنا عمرنا قريبه من بعض. وبيتر تشيك اصغر مني شويه بس احنا قريبين من بعض. طبعا بالنسبه لي هم اساطير من اساطير الكره التشيكيه وطبعا انا سعيد جدا ان انا بقدر اتعامل معاهم واتعاون معاهم وانا يعني انا من مدينه صغيره جدا في تشيك وما كانش عندي كارير كويس قوي في وانا لعيب كوره وانا بعد كده لما اشتغلت في التدريب وكده وقدرت اتعامل معاهم مع بافل نيدفيد وكارل بورسكي وبيتر تشيخ فهم طبعا زودوا لي خبرات كبيره وسعيد جدا بالتعاون معاهم. بتقول لاصدقائك ايه في تشيك عن النادي الاهلي؟ والنادي الاهلي دلوقتي بقى ليه جماهيريه وجماهير في تشيك ولا لا؟ تك
Na to je nejjednodušší odpověď, tak už jenom to, co musí podepsat Khalid Bibo dresy, který rozdává. طبعا الاجابه جزء من الاجابه ان هو كابتن خالد بيبو على طول بيمضي لي على التيشيرتات عشان ابعتها لاصدقائي في تشيك فده جزء من اول جزء في الاجابه لكن الجزء الثاني من الاجابه ان ما فيش معلومات كتير بتروح تشيك عن الكره المصريه او الكره الافريقيه بس طبعا دلوقتي في اهتمام اكبر بالكره المصريه وطبعا انا بتكلم معهم اكتر عن الكره المصريه وهم على طول بيبقوا مشتاقين يسمعوا اخبار عن النادي الاهلي والكره المصريه. طيب تعالى بقى معانا يعني نسمع ونشوف رساله من الحارس الاسطوري بيتر تشيك عن مستر مايكل بروكيتش بلغه تشيكيه وبعد كده باللغه العربيه. Ahoj Michale, zdravím tě a chtěl bych ti pogratulovat k novému angažmá v Al Ahly. A jsem rád, že stejně jako já si se vybral cestou do nového prostředí a chceš se prosadit a ukázat svoje kvality a věřím, že se ti to podaří. Stejně jako se ti to podařilo ve spolupráci s Českou fotbalovou asociací nastavit akademie pro mladé fotbalisty, tak věřím, že se ti to podaří i tam. Slyšel jsem, že Al Ahly má skvělé podmínky a věřím, že budete spolu úspěšní. Ať se ti daří. دي كانت باللغه التشيكيه نروح نشوفها باللغه العربيه. اهوي ميخائيل زدرافيم تي اختيل بيخ تي بوغرا تحياتي ليك يا مايكل، كنت حابب ابارك لك على الشغل الجديد في النادي الاهلي وسعيد انك اخذت الخطوه دي في بيئه عمل جديده عليك وانك عاوز تثبت كفاءتك وتوري الناس قدراتك واعتقد انك هتنجح في ده زي ما نجحت قبل كده مع الاتحاد التشيكي لكره القدم وقدرت تعمل اكاديميات ناشئين وتعمل تجربه ناجحه. سمعت ان الاجواء في النادي الاهلي رائعه وأعتقد أنكم هتقدروا تحققوا نجاحات مع بعض. تمنياتي لك وللنادي الأهلي بالنجاح والتوفيق. تعليقك على رسالة الحارس الكبير الحارس الأسطوري بيتر تشيك. جسم ويدل جأمي بيبورني فرانسوسكي جأمي بيبورني أنجليتسكي أمي سكيلة تشيسكي. أنا كنت عارف أنه بيعرف يتكلم فرنساوي بيعرف يتكلم ألماني بيعرف يتكلم لغات كتير ودلوقتي انا يعني مصدوم ان هو بيتكلم عربي. بيتكلم عربي؟ لا ده يعني <شنة. تصفيق> مش انت بتتكلم عربي دلوقتي كويس صح يا مستر بوكيتش؟ يا ما ازنام ركنيما زربا 100 سلوب طبعا انا عارف اعتقد انا عارف تقريبا 100 كلمه مثلا بس لغايه دلوقتي لسه ما بعرفش مثلا ابني جمله يعني من الكلمات دي ركنياكي سلوفاتس اوميش قول لنا زي ايه الكلمات العربي؟ ياكي سلوفا اوميش ارابسكي ياكي سلوفا اوميش ارابسكي هو مستمعني يا سم نسيشل يا جيشا يا اوميم سلوف نيلابي اوميم بوزدرافيت رانو اكثر حاجه بعرف اعملها ان انا بعرف اصبح على الناس الصبح صباح الفل صباح النور صباح الفل السلام عليكم ماشي اطلع اعمل ايه؟ ارجع اعمل ايه؟ شاي شاي قهوه ملعب كرة لا خلاص انت دلوقتي ممتاز بتتكلم عربي دلوقتي احسن مننا دلوقتي طبعا اكيد لا طبعا طيب هنروح لفاصل وبعد الفاصل اسال بقى مستر مايكل بروكيتش عن حياته في مصر دلوقتي ما شاء الله بقى له 7 شهور نشوف بقى الحياة في مصر وانطباعاته عن المصريين ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. مستر مايكل شايف مصر إزاي؟ دلوقتي ما شاء الله بقالك 7 شهور شايف العيشة والحياة إزاي في مصر؟ أول حاجة أنا سعيد جدا ومبسوط جدا في مصر. ازاي الناس في مصر بتتعامل معايا وحتى ازاي الناس في النادي الاهلي بيتعامل معايا مبسوط جدا بالتعاون ده والتعامل ده تاني حاجة انا مبسوط جدا بالجو انا مبسوط انا بحب الجو الدافئ والحر فانا مبسوط جدا بالجو في مصر ان معظم السنة الجو فيها معتدل وكويس دي اول تاني حاجة وطبعا اكتر حاجه انا معجب بيها طبعا هنا الثقافه المصريه والحضاره والتاريخ المصري
واحنا دلوقتي انا وزوجتي في تشيك بنقرا كتير عن التاريخ المصري. وانا رحت مع ابراهيم مترجم بتاع الاهرامات وكان بيشرح لي الاهرامات وبيشرح لي المتحف وبيشرح لي الاثار بشكل كويس. فانا دي معلومات عرفت معلومات كتير عن الاثار في مصر وتاريخ مصر، فانا طبعا معجب بيها بشكل كبير جدا. طبعا انا معجب جدا برضو من الفكر المصري ومنتاليتي بتاع الشعب المصري. الناس كلها هنا بتتمتع بروح الصداقه وكلهم بروح المساعده وكلهم بيساعدوني، ما عنديش اي مشاكل مع اي حد هنا في مصر. Máme jednu takovou velmi zajímavou příhodu. Andina, v podstatě jsem neopatrně otvíral dveře spolujezdce. عندي زي قصة كده صغيرة عايز أقولها. إن أنا كنت مع إبراهيم مترجم بتاعي في العربية وكان بيوصلني البيت، وفتحت الباب بتاع العربية بتاعته من غير ما أخد بالي، فعربية جت خبطت الباب بتاعة المترجم. فطبعا أنا اتصدمت من الرياكشن من الناس إزاي الناس حلت الموقف ده. وانا حسيت باحساس غريب جدا. واول ما حصلت الحادثه البسيطه دي لقيت ناس كتير غريبه جايه ما نعرفهاش جايه تشوف ايه اللي حصل وتحل الموقف. أكنها محكمة في الشارع. والناس اللي جت حكمت يعني كل الناس اللي جت اتكلموا ايه اللي حصل وسألوا ايه اللي حصل. فأنا كنت مصدوم من رد الفعل الجميل من الناس ده، وازاي الناس بيتعامل مع الحاجات دي ما بتحصلش بره. يعني هي دي الشهامة المصرية، دايما هتلاقيها موجودة في المصريين على كل العصور وكل الاشخاص الموجوده في مصر. قول لنا بقى يعني احب الاكلات دلوقتي، خلاص انت بقيت دلوقتي مصري، نعتبرك مصري مننا، احب الاكلات دلوقتي اللي انت بتاكلها وبتحبها دلوقتي. No, egyptian budu za pár týdnů, jak teď vyleze sluníčko, tak já se hodně rychle opaluju. هبقى مصري كمان 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 كذا اسبوع لما الجو بس يبقى حر والشمس تديني اللون عشان ابقى بشكل مصري بشكل افضل يعني. Už teď se mi stává, že na mě mluví arabsky na ulici. دلوقتي بيحصل كتير الناس بتتكلم معايا مصري في الشارع، فانا اعتقد ان شكلي مش شكل واحد اوروبي. No a jídlo. الاكل بقى. بحب اللحمه الضاني وكل اي اكل كله في مطعم البرنس بحبه. الحواوشي المحشي والكباب. لا ده انت خلاص بقى ده انت خلاص بقيت مصري دلوقتي خلاص. سي وسكور ايجيبتيان. دلوقتي بقى تعالى نسمع دلوقتي يعني رساله من اسره بروكيتش وهي بتتكلم عن النادي الاهلي. نسمع نشوف اسره بروكيتش قالت ايه عن النادي الاهلي. Hi guys, I'm Dominic. Greetings to all of you Al Ahly fans, and let's go Al Ahly, let's go Eagles. Hi, I'm Tamara Prokesh. Good day for Al Ahly. Assalamu alaikum. المشاعر الجميلة اللي حضرتك بتقولها مستر مايكل عن المصريين وعن مصر، بتقول ايه بقى لأصدقائك وهم في التشيك عن مصر؟ لغاية دلوقتي ما لقيتش أي حاجة سلبية من قعدتي هنا في من قعدتي في مصر. سمعت انا كابتن خالد بيو بيقول في التقرير اللي اتعمل معاه ان انا ساعات بتضايق ان لما يكون مثلا حاجات تتغير في السيستم اللي احنا شغالين عليه. بس اي حاجه بتحصل مثلا سلبيه ما بتاخدهاش بشكل شخصي. حتى لما يحصل شد بيني وبين اي شخص ما باخدش الموضوع بشكل شخصي. فانا خبراتي وقعدتي هنا في مصر كل حاجه ايجابيه موجوده في مصر انا مستمتع بيها. وانا بتكلم مع صحابي عن الحاجات الايجابيه كلها انا بشوفها في مصر. وكل الناس صحابي اصدقائي اللي جم زاروني هنا في مصر يا اما بيبقوا عايزين يجوا تاني يا اما عايزين يعيشوا هنا.
دلوقتي انا مستني موجه كبيره من اصدقائي من التشيك ان هم يجوا مصر. النجم العالمي نيدفيد ليجنداس، عايزين بقى رساله منك كده لنيدفيد انه يجي مصر وبيتر تشيك والنجوم العالميين دول. Co mu řekneš? Já musím říct, že jsem s Pavlem ještě o mé zkušenosti z Egypta nemluvil. Mluvil jsem o tom s Karlem Poborským. لازم اقول اقول ان انا لسه ما كلمتش مع مع بافل نيدفيد عن خبراتي وحياتي هنا في مصر وشغل هنا في النادي الاهلي، بس اتكلمت مع اللاعب الكبير كارل بوبورسكي. Takže samozřejmě teď je otázka, pokud budeme cestovat do Evropy, pokud začneme mít nějaký kontakty s Evropou, tak asi bude i jednodušší a bude blíž, abych s Pavlem tohle téma komunikoval. وطبعا بافل نيدفيد بيعمل عنده منصب في نادي يوفنتوس، فانا لما اروح اقابله ان شاء الله في الفتره الجايه فاكيد هنتكلم عن سبل التعاون بين قطاع الناشئين ونادي يوفنتوس في ايطاليا. بتتابع الدوريات الاوروبيه؟ musím sledovat evropskou soutěž. طبعا لازم اتابع الدوريات الاوروبيه والمباريات العالميه عشان دي بتوريني الكواليتي اللي هم وصلوا لي والهدف اللي احنا لازم نشتغل عليه هنا في النادي الاهلي عشان نوصل للمستوى المستوى ده. فانا بتابع الشامبيونز ليج والويفا ليج، الدوريات الاوروبيه والشامبيونز، وطبعا بتابع دوريات زي الاسبانيه والانجليزيه والايطاليه. že musím sledovat všechny zápasy naší mládeže, odsledovat. Chci mít přehled o egyptské lize. لكن لما فكر انا لازم اتابع كل لكن يعني انا بتابع الماتشات كلها بتاعتنا وبحاول يبقى عندي تصور واضح وكامل عن الدوري المصري، بتابع تقريبا الماتشات على الدوري المصري، فما بقاش عندي وقت كبير جدا او فاضي كتير ان انا اتابع الدوريات الاوروبيه بشكل تام يعني. مستر مايكل شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بالحوار معاك، وايضا كمان بنشكر الدكتور ابراهيم منصور اللي قام بعمل الترجمه في الحلقه. وانا شكرا جزيلا، احب اشكركم شكرا جزيلا على الدعوه، وطبعا اشكركم على الكلام الجميل اللي احنا قلناه في الحلقه، وعارف ان الكره في مصر هي في المركز الاول بالنسبه للجماهير وبالنسبه للشعب المصري كله. وان شاء الله يكون لنا حلقات ثانيه ان شاء الله مع نجاحات كبيره لقطاع الناشئين النادي الاهلي، وايضا يعني الفتره الجايه يكون فيها تصعيد لعدد كبير من اللاعبين للفريق الاول ان شاء الله. ان شاء الله. في نهاية حلقتنا بشكر مستر مايكل بروكيتش المدير الفني الأجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بنتمنى له كل التوفيق، وأيضا بنشكر الدكتور إبراهيم منصور اللي قام بعمل الترجمة في الحلقة النهاردة. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.